الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحاضرون الأبطال الذين وصلتم هنا إلى روضة من رياض الجنة، روضة الشهيد فاضل مسلم. لكم منا أزكى التحيات والسلامات. السلام عليكم يا آباء الشهداء وأمهات الشهداء وأيها الشهداء، وعلى الخصوص من اجتمعنا عند روضته الشهيد فاضل مسلم. فنحن يا فاضل جئنا إلى روضتك، روضة الجنان، بل أفضل من روضة الجنان. هنيئا لك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا من قبرك إلى قصرك تعانق الحور العين. ابني فاضل أيها الشهيد، ها نحن جئنا لا لكي نقرأ الفاتحة فقط، وإنما جئنا لأجل أن نقرأ الفاتحة وأن نأتي بهذه الفعالية تخليدا لذكرك وتخليدا لبطولاتك. فأنت بطل حق، بطل ميداني، قدمت روحك ومهجتك في سبيل دينك وفي سبيل شعبك وفي سبيل وطنك. فهناك الله بهذه الشهادة. جئنا لأجل أن نجدد العهد معك، وأن نوفق لأن نسلك دربك وننهج نهجك ونسير على طريقك الشائك المليء بالغربلة والابتلاء، طريق الأولياء، طريق الصلحاء، طريق الأنبياء، طريق الأوصياء. فنحن نريد أن نوفق لأن نحظى بما حظيت به أنت، وفزت هذا الفوز الكبير وهذه الرتبة السامية والشرف الذي لا يناله إلا الذين لا يناله إلا ذو حظ عظيم. نتمنى كما تمنيت يا بني بروحك وبنفسك وبقلبك المطمئن بالشهادة، نتمنى أن نكون معك من الشهداء، وأن نبعث جميعا في قافلة الإمام الحسين عليه السلام في يوم لا ينفع منه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليك أيها الشهيد ورحمة الله وبركاته. طبت وطابت الأرض الذي دفنت فيها، فأصبحت روضة من رياض الجنة. ورحم الله من يقرأ الفاتحة إلى روح الشهيد قبلها الصلوات على محمد وآل محمد. صلي وسلم.